بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم هو ولاية الفقيه. وولاية الفقيه نقصد بها، أو تعريف ولاية الفقيه، هي حاكمية الفقيه على الناس في عصر الغيبة. وقد ورد هذا المعنى في القرآن، معنى الولاية أو ما شاكل ذلك. طبعا بالمناسبة الولاية من ناحية مفهوم الولاية لها عدة معاني، كما ذكر الشيخ الأميني في كتابه الغدير، لها عدة معاني. تارة تأتي بمعنى النصرة، وتارة تأتي بمعنى السلطة، وتارة تأتي بمعنى المحبة إلى آخره. فتوجد عدة معاني لمفهوم الولاية. موضوع بحثنا في هذه المحاضرة هو ولاية الفقيه بمعنى حاكمية الفقيه أو سلطة الفقيه في عصر الغيبة. طيب، هناك طبعا هذا المبحث ولاية الفقيه هو مبحث جدلي أو خلافي بين الفقهاء. هناك نقطة دقيقة جدا لابد أن نبينها، وهي أن الخلاف هل في ولاية الفقيه من ناحية المبدأ، هل أن يعني يبحثون بأن للفقيه له ولاية على الناس أو لا. لا، مو هذا الأصل. الأصل بأن كل الفقهاء متفقون من هذه الناحية بأن الفقيه له ولاية على الناس، مثل السفه، مثل المحجور عليه. لا يوجد فقيه من الفقهاء يقول لا توجد ولاية للفقيه على السفيه، أو كالصبي عندما يفقد أبيه ويفقد جده لأبيه، تكون الولاية لمن؟ إلى الحاكم الشرعي. طيب، شنو إذا كان ليس من ناحية المبدأ، يعني كلهم متفقون بأن الفقيه له ولاية على الناس، طيب شنو الخلاف؟ الخلاف هو في إنشاء حكومة إسلامية. هل إن للفقيه صلاحية في إنشاء حكومة إسلامية أو لا؟ هذا مبدأ الخلافي. من الفقهاء من هم يرى بأن للفقيه ولاية في إنشاء حكومة إسلامية في عصر الغيبة، ومنهم لا، يقولون هذا من تكليف الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. طبعا كل شخص أو كل فقيه له أدلة خاصة في هذا الموضوع. طيب، طبعا قبل لا ندخل بأدلة ولاية الفقيه، الأدلة التي ساقوها أصحاب هذا المبدأ ولاية الفقيه، لا بد أن نوضحها من ناحية التمهيد التاريخي. هل أن هذه المصطلح أو هل أن هذا المفهوم ورد في كلام العلماء أم لا؟ طبعا نقسم الكلام على مرحلتين. المرحلة الأولى هي من مرحلة الشيخ المفيد إلى ما قبل الشيخ الناراقي، والمرحلة الثانية هي المرحلة من مرحلة الشيخ الناراقي إلى مرحلة السيد الخميني. بالمناسبة ربما سائل يسأل، أو طبعا هذا البحث والتقسيم كان ضروري بحثه. لماذا؟ لأن ربما سائل يسأل يقول بأن هذا المصطلح ولاية الفقيه هو ابتدعه السيد الخميني أو طرحه السيد الخميني، لا توجد له جذور تاريخية في الفقه الإسلامي الشيعي. لا، المسألة ليس كذلك، وإنما مفهوم ولاية الفقيه هو له أصول تاريخية وجذور موضوعية في الفكر الشيعي الإمامي. طبعا موجود هذا. طيب، كلام الشيخ المفيد كان عبر عنه، طبعا هذا الكلام موجود في كتاب المقنعة، موجود الطبعة مالته، ومؤسسة طبعا ناشر هذا الكتاب مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين في صفحة 810. ماذا يقول الشيخ المفيد؟ نعم بنين، ماذا يقول الشيخ المفيد في تصريح الولاية، مفهوم الولاية؟ فهو إلى سلطان الإسلام منصوب من قبل الله تعالى، وهو
الهدى من آل محمد عليه السلام ومن نصبوه لذلك من الأمراء والحكام، وقد فرضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان. نعم، شكرا جزيلا. طبعا كلام الشيخ المفيد واضح، قال فأما إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام. من هو سلطان الإسلام؟ من هو سلطان الإسلام؟ المنصوب من قبل الله تعالى، وهم أئمة الهدى من آل محمد. طيب، هذا في عصر وجود الإمام، مع غيبة الإمام أين أوكلوا الأمر؟ هل يتركوا الأمر سدى؟ لا، أوكلوه إلى فقهاء شيعتهم، إلى كما قال وقد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان. هذا المبدأ صرح به الشيخ المفيد. بعد الشيخ المفيد، طبعا الشيخ المفيد متوفى 413 للهجرة، يجي بعد الشيخ الحلبي المتوفى سنة 447، ماذا قال الشيخ الحلبي؟ نعم محمد، تنفيذ الأحكام الشرعية والحكم بمقتضى التعبد فيها من فروض الأئمة عليهم السلام المختصة بهم دون من عداهم ممن لم يؤهله إلى ذلك، فإن تعتذر تنفيذها بهم عليهم السلام وبالمأخول لها من قبلهم لأحد الأسباب لم يجز لغير شيعتهم تولى ذلك، ولا التحاكم إليه، ولا التوصل بحكمه إلى الحق، ولا تقليده الحكم. نعم، الاختيار. نعم، كأنما الشيخ الحلبي، شكرا جزيلا، الشيخ الحلبي قال بكلامه الأمر الأساسي هو للإمام عجل الله تعالى فرجه في عصر الإمام المهدي، الأمر له، إلا أنه إذا تعذر الأمر عن الإمام وهو في حالة الغيبة، إلى ممن يوكل الأمر؟ يوكل إلى الفقهاء بالتعبير هذا. لم يجز لغير شيعتهم تولي ذلك، يا تولي تنفيذ الأحكام الشرعية التي عبر عنها، تنفيذ الأحكام الشرعية لم تجز لأحد سوى فقهاء شيعة الإمام، هم الذين يقومون بهذا الأمر. أما كلام الشيخ الكركي المتوفى سنة 940 للهجرة، ماذا قال الشيخ الكركي، المحقق الكركي؟ نعم تفضل. نعم، شكرا جزيلا. كلام الشيخ الكركي موجود في كتاب رسائل الكركي، الكتاب معروف المطبوع، طبعا ناشرته مكتبة آية الله المرعش النجفي، صفحة 142. هذا الكلام، طبعا الكلام كله مفاده واحد، بأن العصمة، بأن السلطة، بأن الحاكمية هي للمجتهد، للفقيه من بعد الإمام، وهذا الكلام كله في يا عصر الغيبة، وإلا إذا كان لم يوجد غيبة كان الأمر للإمام، إلا أنه بما أنه توجد غيبة والإمام تعذر أن يتصدى للأمر، هذا حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن يغيب الإمام المهدي، لم يترك الأمر سدى، بل أوكله إلى الفقهاء. وهكذا صرح عنه الشهيد الثاني المتوفى 966 في كتابه مسالك الإفهام، ماذا عبر عنه الشهيد الثاني؟ نعم محسين، نعم. نعم، أثبت ولاية الفقيه الشهيد الثاني باستثناء الجهاد بالمعنى الأول، والجهاد كما قلنا سابقا بأن الجهاد ينقسم إلى قسمين، جهاد ابتدائي وجهاد دفاعي. فالجهاد الابتدائي هو من مختصات الإمام، من مختصات الرسول أو الإمام، بينما الجهاد الدفاعي هل يحتاج إلى إذن المحصوم؟
لا، كالذي يدافع عن نفسه أو عن عرضه أو عن أرضه، لا يحتاج إلى إذن من المحصوم، وإنما يدافع عن نفسه، وهذا يسمى بالجهاد الدفاعي، كالذي ساكن أرضا أو في وطنا أو شعبا ويأتي له قوما آخرون لكي يحتلون، لابد أن يدافع عن نفسه. طيب، هذه المراحل، هذه المرحلة الأولى هي من الشيخ المفيد إلى الشهيد الثاني. أما المرحلة الثانية تبتدئ من المحقق الناراقي إلى السيد الخميني. ماذا؟ طبعا المحقق الناراقي متوفى 1244 للهجرة. ماذا عبر عنه؟ عبر بهذا التعبير. نعم، تفضل. نعم، كلام الناراقي كأنما أكثر توضيحا من سابقي، فقد وضح، طبعا وضح، قال بأن الفقيه، بأن الولاية الفقيه في عصر الغيبة، وهذا الكلام واضح، واضح المعاني. قال إن كل فعل متعلق بأمور العباد في دينهم ودنياهم، ولا بد من الإتيان به ولا مفر منه. إقامة الدولة الإسلامية من ضمن الأشياء التي يحتاج إليها العباد أم لا؟ بلا شك يحتاج إليها العباد في دينهم ودنياهم. طيب، أما المحقق النجفي، وهو من هو المحقق النجفي؟ أي الجواهري، شيخ محمد حسن الجواهري. ماذا عبر عن ولاية الفقيه المتوفى 1266؟ نعم، لبقي الكثير من الأمور المتعلقة بشيعتهم معطلة، فمن الغريب وسوس بعض الناس في ذلك، بل كان مذاقا من طعم الفقه شيئا، ولا فهم من لحن قولهم رموزهم أمرا، ولا تأمل المراد من قولهم إني جعلت عليهم حاكما قاضيا وحجة وخليفة. نحو ذلك مما يظهر منه إرادة نظر زمان الغيبة لشيعتهم في الكثير من الأمور الراجعة إليه. نعم، شكرا جزيلا. هنا كلام المحقق النجفي، قال، يقول يستفاد من كلمات الأئمة بأن هذه الفائدة يستفاد منها، بأنه أني جعلته عليكم حاكما. من هو الذي جعلته عليكم حاكما؟ الفقيه الجامع للشرائط، أي حاكما وقاضيا وحجة وخليفة إلى آخره. والحاكم يقتضي إقامة دولة أم لا؟ نعم، يقتضي إقامة دولة، من مهام الحاكم الشرعي يقتضي إقامة دولة إسلامية. أما الشيخ الأنصاري المتوفى 1281، عبر في كتابه المكاسب، ماذا عبر عن ولاية الفقيه؟ فضلوا. نعم، ويأتي بعده الشيخ رضا الهمداني المتوفى 1332 في كتابه مصباح الفقيه، ماذا عبر عن ولاية الفقيه؟ تفضل. متحيرين في أزمنة الغيبة. نعم، والكلام واضح كسابقيه من المراجع والفقهاء والمحققين الذين نصوا على ولاية الفقيه. أما السيد الخميني، طبعا أخواني، السيد الخميني أحدث نقلة نوعية في الفقه الإسلامي، وهو بأن حول هذه الكتب، هذه النظرية الموجودة في الكتب، هذه المفاهيم الموجودة، حولها من النظرية إلى التطبيق،
إلى التطبيق، وإلا ولاية الفقيه كانت موجودة في كتب الفقهاء السالفين، موجودة في كتاب المحقق الناراقي، موجودة عند الشهيد الأول، عند الشهيد الثاني، عند كثير من الفقهاء، إلا أن غاية الأمر السيد الخميني حول هذا المفهوم من النظرية إلى التطبيق، كان موجود في الكتب يذكر، إلا أن السيد الخميني حولها عمليا في إقامة دولة إسلامية وهي الجمهورية الإسلامية. طيب، ماذا عبر عنه السيد الخميني؟ نعم، نعم، شكرا جزيلا. طبعا كأنما السيد الخميني عبر بهذا، يقول هذه من المفاهيم البديهية التي لا تحتاج إلى برهان. طبعا شنو التي لا يحتاج إلى برهان؟ الأشياء البديهية. الآن أقول لك أي 2+2 قد يساوي 4، يحتاج إلى برهان؟ لا يحتاج إلى برهان، هذا شيء بديهي. يقول هذه أصلا، يقول من الأشياء البديهية هي إقامة دولة إسلامية يقودها الفقهاء، هذه من الأشياء البديهية. طبعا نحن في مقام العرض، عرض آراء ومبدأ ولاية الفقيه. طيب، الفقرة الثانية هي أدلة، من بعد هذا الاستعراض التاريخ الموجود في كتب الفقهاء لولاية الفقيه، ما هي أدلة الفقهاء، أو ما هو أدلة الذين قالوا بولاية الفقيه؟ توجد 3 أدلة، آيتان ورواية، أهم أدلة، الأدلة التي يستدلون بها على ولاية الفقيه. الدليل الأول، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. صدق الله العلي العظيم. طبعا هذه الآيات موجودة في سورة النساء من آية 58 إلى آية 61، موجودة، استدلوا بها على ولاية الفقيه. كيف نوضح هذا الاستدلال، أو كيف نوضح طبيعة الاستدلال الذين استدلوا به؟ طبعا هذا الاستدلال أو هذا الكلام هو موجود في كتاب السيد الخميني، اسمه ولاية الفقيه أو الحكومة الإسلامية، هكذا السيد الخميني استدل بهذه الآيات. كيف نوضح هذا الاستدلال؟ كيف نوضح هذا الاستدلال من بعد عرض هذه الآيات الكريمات؟ كيف نستدل على أن للفقيه ولاية على الناس، أو أن يقيم دولة إسلامية، أو له سلطة، أو له حاكمية على المجتمع؟ أجل الله تعالى خير. نعم، شكرا جزيلا. أيوة. نعم، شكرا جزيلا. نعم، تفضل. وشيء اكيد لازم انهم ما يرجعون الى الطاغوت،
يرجعون إلى تكفيرهم دولة، حتى لو كانوا قضاء أو كانوا حكام لازم نكفرهم، أنه ما نمشي بهذا اللي يقولونه، خاصة إذا كان طاغوت أو جبروت، فإنه نكفرهم ونمشي باللي يحكم به الإمام العادل والمنصوص عليه. نعم نعم، شكرا جزيلا. نعم، طبيعة الاستدلال هكذا يكون من بعد عرض الآيات، فإن تنازعتم في شيء، لو كانت هناك منازعة بين أشخاص لمن نرجع؟ إذا كان الرسول موجود نرجع إليه، ولكن بما أنه الرسول لم يوجد أي إلى ماذا نرجع؟ طبعا لا نستطيع أن نرجع إلى الطاغوت، لأن إذا كان الممثل عن الرسول هي حكومة طاغوتية كما موجود في الخلافات الماضية، الخلافة العباسية والخلافة الأموية إلى آخره، أو في عصرنا الحاضر تكون دولة جائرة. الله سبحانه وتعالى ماذا أراد منا؟ أراد أن نكفر بالطاغوت، والطاغوت يعبر عنه السيد الخميني بأنه أعم من القضاة والحكام، سواء كانت حكومة تشريعية أو تنفيذية، كلها نصفها بالحكومة الطاغوتية لأنها لم تحكم بما أنزل الله. طيب، إذا كان الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نكفر بالطاغوت، ما الذي نصنعه؟ كيف نرجع في منازعاتنا؟ نرجع، قل لابد أن ترجعون إلى شخص عادل، شخص عادل، حاكم عادل. طبعا هذا الحاكم العادل كيف نوفره؟ نوفره من خلال إنشاء حكومة إسلامية، هذه الحكومة الإسلامية تكون كفيلة في تنصيب حاكم عادل، في تنصيب حاكم عادل، ومن بعد هذا الحاكم العادل نرجع إليه في منازعاتنا الشخصية. ما أدري واضح أو مو واضح؟ واضح. هذا الاستدلال الأول. الاستدلال الثاني، هناك رواية، طبعا رواية مروية عن الإمام الصادق في أصول الكافي في كتاب فضل العلم، فضل العلم باب اختلاف الحديث، الحديث رقم 10 طبعا، وموجود هذا الرواية موجودة في وسائل الشيعة في أبواب صفات القاضي، مروية عن عمر بن حنظلة. ما مفادها أو مقالها؟ ماذا تقول الرواية؟ الرواية فضل شكرا جزيلا. هذه الرواية موجودة في أصول الكافي وموجودة في وسائل الشيعة. مفادها ماذا تقول الرواية؟ بأن هناك شخصان تنازعا في دين أو ميراث، عندهم منازعة شخصية في دين أو ميراث، لمن يرجعون؟ طبعا سألوا الإمام الصادق لمن يرجعون؟ يرجعون إلى الحاكم الموجود آنذاك. رفض الإمام الصادق أن يرجعان إلى الحاكم. لماذا؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى نهى أن يرجعا لمن؟ إلى الطاغوت. لماذا؟ استدل بهذه الآية التي تقول يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. طيب ما البديل يا ابن رسول الله؟ ما البديل إذا كان هناك منازعة شخصية والحاكم هذا مرفوض الرجوع له؟ ما البديل؟ قال ينظران من كان منكم قد روى حديثا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما. أي إني جعلته، وهذا جعل الإمام، يعني لم يكن بالاختيار،
لم يكن بالشورى وإنما يكون بالناس، أي جعلته عليكم حاكما، حاكما بماذا؟ حتى يقضي إليكم هذه المنازعة. طيب، يقول السيد الخميني، يقول نستشف من هذه الرواية أو نستدل بهذه الرواية على أن يجب علينا السعي إلى إقامة حكومة إسلامية، يجب علينا السعي لإقامة حكومة إسلامية، لأن هذا الذي جعلته حكما عليكم لا يتوفر إلا بالحكومة الإسلامية، لأن الحكم كل حكم إلى القاضي المنصب من قبل الدولة، هذا يكون طبعا الدولة تكون ظالمة، وكل حاكم أو كل قاضي يكون مرفوض من قبل الله سبحانه وتعالى، يمثل طاغوت، والطاغوت مأمور من قبل الله سبحانه وتعالى أن يكفر به. فيتعين علينا أن نطرح بديل، وهو إقامة دولة إسلامية في فض المنازعات. طيب، أكو مسألة جدا مهمة، يقول هذه الرواية، تقول وإن كان هذا الحاكم الجائر طبعا، وإن كان قد قضى بالحق لكم في دين أو ميراث، هذا لا يصح، يكون سحتا. ليش؟ لأن قد تبوأ في مكان ليس أهلا له. وإن كان طبعا، لو كان هناك شخصان متنازعان، الشخص الأول يطلب الشخص الثاني مثلا 1000 دينار، نعم، وقضى له هذا الحاكم بأن الشخص الأول يطلب الشخص الثاني 1000 دينار، هذا يقول سحت. لماذا؟ لأنه قد تبوأ مبوأ غير شرعي. لابد أن يكون المبوء الشرعي هو من قبل الله سبحانه وتعالى أو الرسول أو الأئمة، كما قال الإمام إني جعلته عليكم حكما. الاستدلال الثالث هو الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. كيف نستدل على هذه؟ كيف نستدل على هذه الآية في ولاية الفقيه؟ نعم. نعم. من خلال شنو؟ إنما وليكم الله. نعم. والله عز وجل هو الذي خلق الإنسان واسكنه الأرض ولا يرجع الأمر. نعم. 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 أحسن. بعد. طيب، هكذا الاستدلال. تفضلوا. نعم، شكرا جزيلا. هكذا الاستدلال، انتبهوا شوية، نستدل بهذه الآية أو استدلوا بهذه الآية على ولاية الفقيه، قالوا الولاية الحقيقية لمن؟ إلى الله سبحانه وتعالى. قال ماذا؟ إنما وليكم الله. طيب، في آية ثانية، طبعاً إنما وليكم الله ورسوله، في آية ثانية ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. طيب، شنو أنفسهم؟ وكون النبي أولى بالمؤمن من نفسه معناه أنه أولى به في جميع الصلاحيات التي يمتلكها الإنسان لنفسه، فهو أولى به بالمسائل الاجتماعية وفي القضاء والمسائل إلى آخره. طيب، إذا كانت الولاية لله، هذه الولاية أتركها أو أودعها عند الرسول صلى الله عليه وآله عندما قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ماذا قال النبي يوم غدير خم؟ ألم يودع هذه الولاية لأمير المؤمنين؟ قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، أي هذه الولاية التي أعطانيها الله سبحانه وتعالى أعطيتها لمن؟ لأمير المؤمنين، لعلي. إذن أمير المؤمنين أولى بالمؤمنين من أنفسهم أم لا؟
بلا شك، لأن النص صريح يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه. طيب هذه الولاية لمن استمرت أم لا؟ بلا شك استمرت في الأئمة الطاهرين، لأنهم كلهم معصومون، كلهم منتخبون من قبل الله سبحانه وتعالى. طيب في عصر الغيبة لمن الولاية؟ والفقهاء امتداد طبيعي، والدليل على ذلك هم الذين نصبوهم. الإمام المهدي هو الذي نصب فقهاء، نصب فقهاء. إذن هذه الولاية أودعت عند الفقهاء أم لا؟ أودعت عند الفقهاء. إذن من مهام الولاية عند أمير المؤمنين إقامة دولة إسلامية أم لا؟ إقامة دولة إسلامية. وكذلك الأئمة، ولكن لم تنسنح لهم الفرص، لأنهم كانوا تحت الضغط السياسي، وكانوا تحت الإقامة الجبرية إلى آخره. منهم من أودع بالسجون، ومنهم من قتل مبكرا. طيب إذن هذه الولاية تنتقل إلى الفقهاء. والفقهاء مكلفون في إنشاء دولة إسلامية. طبعا هذه أهم الأدلة الموجودة. هذا طبعا كلام وعرض أدلة الذين قالوا بولاية الفقيه. تبقى عندنا هذه الحكومة. طبعا الحكومة إخواني بالمناسبة، هي الحكومة ليست غاية، وإنما وسيلة لإسعاد البشر. لأن الحكومة لو كانت عند ظالم، عند إنسان لا يخاف الله، لفسد في الأرض. ولكن بما أن الفقيه هو الممثل عن الإمام عجل الله تعالى فرجه، وهو أعلم بالأحكام الشرعية، ولذلك يكون بها إسعاد البشر. وإلا الحكومة إذا تجيها، شنو قيمة الحكومة عند أمير المؤمنين؟ ألم يقل لابن عباس، يقول له ما قيمة هذا النعل؟ فقال إنه يساوي درهم أو كسرة درهم. قال فاعلم إن حكومتكم عندي، أو النعل هذه أفضل من حكومتكم عندي، ما لم أقم حقا أو أدفع باطلا. زين، هذه الحكومة هي وسيلة وليست غاية. طيب نقرأ هنا ما موجود حتى يكون واضح للأخوة. تفضل أسهر. الحكومة وسيلة لتحقيق الأهداف السامية، فولي أمر الحكومة في حد ذاته ليس مرتبة ومقام، إنما مجرد وسيلة لقيام بوظيفة تطبيق الأحكام وإقامة نظام الإسلام العادل. يقول أمير المؤمنين عليه السلام لابن عباس عن نفس الحكومة: ما قيمة هذا النعل؟ فقال ابن عباس: لا قيمة لها. فقال عليه السلام: والله لهي أحب إلي من أمرتكم، إلا أن أقيم حق أو أقيم حقا، أو أي أقيم قانون الإسلام ونظام، أو أدفع باطلا، أي القوانين والأنظمة الجائرة والمحرمة. إذن فنفس الحاكمية والأمارة مجرد وسيلة ليس إلا، وهذه الوسيلة إذا لم تؤد إلى عمل الخير وتحقيق الأهداف السامية فهي لا تساوي شيئا عند أهل الله. ولذا يقول عليه السلام في خطبة النهج البلاغة: لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر لألقيت حبلها على غاربها، أي لتركت تلك الحكومة والإمارة، وذلك بديهي. فتولي الحكومة هو مجرد تحصيل وسيلة وليس مقاما معنويا، إذ لو كان مقاما معنويا لما تمكن أحد من غصبه أو التخلي عنه. فبمقدار ما تكون الحكومة والإمارة وسيلة لتطبيق الأحكام الإلهية وإقامة النظام العادل الإسلامي، بمقدار ما تكون ذات قدرة وقيمة، ويكون المتولي لها جليل القدر، سامي المقام. بعض الناس هيمنت عليهم الدنيا، فهم يتوهمون أن الرئاسة والحكومة بحد ذاتها شأن ومرتبة بالنسبة للأمة، للأئمة عليهم السلام، بنحو لو ثبتت لغيرهم. نعم، فكأنما الدنيا قد خرجت، مع أن رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي أو إنجلترا أو رئيس جمهورية أمريكا عندهم حكومات ورئاسة،
لكنهم كفر وهم كفر، لكنهم يملكون السلطة والنفوذ السياسي، وهذه السلطة والنفوذ والقدرة السياسية يجعلونها وسيلة لتحقيق طموحاتهم من خلال تطبيق القوانين والسياسات المعادية للإنسانية. الأئمة والفقهاء العدول مكلفون بالاستفادة من النظام والتشكيلات الحكومية من أجل تنفيذ الأحكام الإلهية وإقامة النظام الإسلامي العادل والقيام بخدمة الناس. الحكومة بحد ذاتها بالنسبة لهم لا تعني سوى المشقة والتعب، لكن ما العمل؟ إنهم مأمورون بالقيام بالوظيفة، فمسألة ولاية الفقيه هي مسألة تنفيذ مهمة والعمل بالتكليف. نعم، خلاصة الكلام كما قلت لكم، شكرا جزيلا. خلاصة الكلام هو كما قلت لكم بأن الحكومة هي ليست غاية للفقيه، وإنما وسيلة لكي يخدم أبناء هذا المجتمع على حد تعبير الموجود. هذا طبعا هذا كل ما موجود في ولاية الفقيه، ولو كان بإيجازا واختصارا. هذا والحمد لله رب العالمين.